بالنسبة للطريق، للتدفئة، للأمراض، للمستشفيات، لها الأمر هذا. أول شيء طرقات مثل الخلق ما في، المجال للصرف الصحي ما في، وللكبيرين وللصغيرين عم يسوي مشاكل جلدية. ما في شيء يعني اسمه مخيم، نحن وكأننا قاعدين بشول، ما في حد حوالينا. نحن بدنا شيء الله يسهل علينا ونحسن نروح ونرجع على الجامع. أقل ما فيها بس يضبطون الصرف الصحي ويضبطون الطرقات لحتى نتحاشى المرض. Oh, 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 oh.